السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة تالتة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا حبايبي. ان شاء الله النهاردة هنشرح المراجعة على الوحدة ال11 من كتاب بيت باي بيت. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. ونبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. مخلوقات بحرية سي كرييتشرز، سي كرييتشرز، مخلوقات بحرية سي كرييتشرز، سي اس اي اي كرييتشر، سي ار اي A T U R E S سي كرييتشرز. حصان البحر سي هورس، سي هورس. طبعا الكلمات دي كلها خدناها قبل كده في الدروس اللي قبل كده. حصان البحر سي هورس وقسمناها قبل كده، فمفيش داعي ان احنا نقسمها تاني. حصان البحر سي هورس، سي هورس، سي هورس. نجم البحر ستار فيش، ستار فيش، ستار فيش. اخطبوط اكتوباس، اكتوباس، اكتوباس. سمكة البلطي تيليبيا، تيليبيا، تيليبيا. قنديل البحر جيلي فيش، جيلي فيش، جيلي فيش، جيلي فيش. سمكة فيش، فيش، فيش. ثعبان البحر سي سنيك، سي سنيك، سي سنيك. سمكة القرش شارك، 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 شارك. غواص دايفر، دايفر، دايفر. غابة فورست، فورست، فورست. بحر سي، سي، سي. صحراء ديزرت، ديزرت، ديزرت. الأعداد نمبرز، نمبرز، نمبرز. مائة 100، 100، 200، 200، 200، 300، 300، 300. 400، 400، 400. 500، 500، 500، 500. 600، 600، 600. 700، 700، 700. 800، 800، 800. 900، 900، 900. 1000، 1000، 1000. كمان مرة. مخلوقات بحرية سي كرييتشرز، سي كرييتشرز. حصان البحر سي هورس، سي هورس. نجم البحر ستار فيش، ستار فيش. طبوط اكتوباس، اكتوباس. سمكة البلطي تيليبيا، تيليبيا. قنديل البحر جيلي فيش، جيلي فيش. سمكة فيش، فيش. ثعبان البحر سي سنيك، سي سنيك. سمكة القرش شارك، شارك. غواص دايفر، دايفر. غابة فورست، فورست. بحر سي، سي. صحراء ديزرت، ديزرت. الأعداد نمبرز، نمبرز، نمبرز. 100 100، 100، 200 200، 200، 300 300، 300. 400 400، 400. 500 500، 500. 600 600، 600. 700 800، 700، 700، 700. 800، 800، 800. 900، 100، 100. 1000، 900، 900، 900. 1000، 1000، 1000. الأوزان ويتس، ويتس، ويتس. جرام، جرام، جرام. كيلو جرام، كيلو جرام، كيلو جرام. الآثار مونومنتس، مونومنتس. معبد أبو سمبل، أبو سمبل تمبل، أبو سمبل تمبل، أبو سمبل تمبل. أبو الهول ذا سفنكس، ذا سفنكس، ذا سفنكس. معبد الكرنك كرنك تمبل، كرنك تمبل. مكتبة الإسكندرية ذا لايبراري أوف ألكسندرية، ذا لايبراري أوف ألكسندرية. بهو العميد العظيم هايبوستايل هول، هايبوستايل هول. مقياس أو متر ميتر، ميتر. ماء ووتر، ووتر. مدرسة تيتشر، تيتشر. ورق بيبر، بيبر. وردة فلاور، فلاور، فلاور. كمبيوتر كمبيوتر، كمبيوتر، كمبيوتر. خباز بيكر، بيكر، بيكر. عامل نظافة كلينر، كلينر، كلينر. رسام بينتر، بينتر، بينتر. الأوزان ويتس،
ويتس، جرام، 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 كيلو جرام، كيلو جرام، كيلو جرام، كيلو جرام. آثار مونومنتس، مونومنتس، أبو سمبل تمبل، أبو سمبل تمبل، ذا سفنكس، ذا سفنكس، كارناك تمبل، كارناك تمبل، ذا لايبراري أوف ألكسندرية، ذا لايبراري أوف ألكسندرية، هايبوستايل هول، هايبوستايل هول، ميتر، ميتر، ووتر، ووتر، تيتشر، تيتشر، بيبر، بيبر، فلاور، فلاور، كمبيوتر، كمبيوتر، بيكر، بيكر، كلينر، كلينر، بينتر، بينتر. بعد كده اللانجويج فانكشنز، طبعا قبل كده قلنا ان هاو طول بنقيس بيها طول الرأسي، بنقول هاو طول، وهاو لونج بنقيس بيها طول الأفقي، يبقى الطول الأفقي بنقول هاو لونج، طول الرأسي هاو طول، ووضحناها وشرحناها في الدرس قبل كده. طبعا يا حبايبي صفحة الريتنج سكيلز، مهارات الكتابة ديت بنستفيد منها جامد في السؤال اللي بيجيب لي صورة ويقول لي يكتب عليها جملة. لو انا حفظت الجمل ديت ان شاء الله مش هتقف قدام اي جملة او اي صورة يجيبها لي ويقول لي اكتب، اكتب صورة، اكتب تحت الصورة ايه الجملة اللي ايه المناسبة ليها. نمبر 1 عندي اتس ا سي هورس، يعني انه حصان البحر. نمبر 2 اي لايك ذا ستار فيش، انا احب نجم البحر. اي فيزيتد ذا سفنكس، انا زرت ابو الهول. اتس 1000، انه 1000 او الرقم 1000. ذا شارك از 1000 كيلو جرامز، يعني وزن سمكة القرش حوالي 1000 كيلو، يعني طن، لان الطن بيساوي 1000 كيلو. نمبر 6 اي وونت سام ووتر، انا اريد بعض الايه الماء. اتس ذا لايبراري اوف الكسندريا، انها مكتبة الاسكندرية. نمبر 8 she is my teacher، انها تكون مدرستي. بعد كده بيقول لي listen and number، استمع ورقم. نمبر الصوره الاولانيه ده ابو الهول ذا سفنكس، نمبر 5 الصوره الثانيه اوكتوباس، نمبر 4 الصوره الثالثه سي هورس، نمبر 1 الصوره اللي بعد كده دايفر غواص، نمبر 2 بعد كده سمكه التلبيا او سمكه البلطي تلبيا، نمبر 3. بعد كده بقول لي listen and complete، طبعا عندي الأولى هاو تول، كلمة تول في النقط، تانية اتس 20 سنتيمترز تول، بكتب له سنتيمترز سي اي ان تي اي ام اي تي اي ار اس. بعد كده بقول لي read and put true or false. نمبر 1 اتس a starfish، طبعا false لأن ده جيلي فيش. نمبر 2 اتس ذا لايبراري اوف الكسندرية، انها مكتبة الاسكندرية، ترو لانها مكتبة الاسكندرية. نمبر 3 اتس 500، طبعا فولس لان ده 200 مش 5. نمبر 4 هي از 700 كيلو جرامز، طبعا ايضا فولس لان وزنه كام 70 كيلو جرام. بعد كده بقول لي انسكريب اند رايت، ترتيب الحروف واكتب الكلمة. عندي أول كلمة ميتر، مقياس أو متر، ميتر ام اي تي اي ار. بعد كده متحف تمبل تي اي ام بي ال اي. بعد كده جرام، جرام جي ار اي ام. بعد كده ستار فيش اس تي اي ار اف اي اس اتش. بعد كده بقول لي رايت ذا ميسنج ليتر، اكتب الحرف الناقص. عندي تيتشر ناقص حرف الاي والار، ستاتيو يعني تمثال اس تي اي تي يو اي. بعد كده فلاور اف ال او ناقص حرف الاي والار. بعد كده كلينر سي ال اي سي ال اي ان اي ار. بعد كده بقول لي ريرينج ذا فولوينج تو ميك سنتنسز، ترتيب الكلمات. عندي الجمله الاولى هاو تول از ات، هاو تول از ات يعني كم يبلغ طول هذا. نمبر 2 اتس 20 سنتيمتر، اتس 20 سنتيمترز لونج، يعني طوله 20 متر، طوله 20 متر طول لونج. بعد كده الجملة الثالثة هو از ذات مان، من يكون تلك الرجل. بعد كده بقول رايت ا سنتنسز اندر ايتش بيكتشرز،
دي اللي احنا لسه متكلمين عليها، وقلنا السكيلز الرايتنج سكيلز ان احنا بنتعلم منها نكتب ازاي تحت كل صورة الجملة بتاعتها. عندي نمبر 1 اتس اسفنكس انه ابو الهول، نمبر 2 اتس اشارك انها سمكة القرش. بعد كده بانكتويشن ذا فولوينج، ضع علامات الترقيم للاتي. نمبر 1 عندي هاو، طبعا بكتب الاتش دوري الاتش كابيتال وبكمل الجملة زي ما هي، وبعمل في الاخر لان بدأ بهاو علامة استفهام، فهنعمل في اخر الجملة question mark يعني علامة استفهام. بعد كده نمبر 2 اتس 200 meters يعني انه 200 متر، هنحط في الاخر الجملة نقطة لان الجملة عادية فول ستوب. وبكده يا حبايبي نكون انتهينا من مراجعة الواحد الحداشر من كتاب بيت باي بيت. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.